السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية، أبدأها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية. الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع الحوثيين في محافظة الجوف ويكبدهم خسائر فادحة. الرئيس الأمريكي يعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار فوق مضيق هرمز. أهلا بكم. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اللواء حسين الحربي بعد انتهاء فترة عمله قائدا للواء الملك فيصل بالحرس الوطني وتكليفه قائدا للواء التدخل السريع بمحافظة جدة. وأشاد سموه بالجهود التي قدمها اللواء الحربي خلال فترة عمله بالمنطقة، متمنيا له التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام أخرى. كما التقى الأمير فيصل بن سلمان العميد عوض العتيبي بمناسبة تكليفه قائدا للواء الملك فيصل بالحرس الوطني بالمنطقة، مقدما سموه للعميد العتيبي التهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد في مهمته. التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا الحاج موسى درامي والوفد المرافق له الذين يزورون المملكة حاليا. وفي مستهل اللقاء نوه وزير الشؤون الإسلامية بعمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين اللذين يرتبطان برابط الأخوة والدين والمصير المشترك. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية. تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن مقر النقابة العامة للسيارات، واطلع بنتن على الخطة التشغيلية لنقل الحجاج والمعتمرين بموسم الحج، حيث نوقشت معايير النقل والحافلات المصرح لها في موسم الحج، إضافة إلى عدد الحجاج الذين ستقدم لهم خدمات النقل بفئاته كافة، ترددي والنقل بين المدن وخدمات الإسناد والاستقبال والتفويج لهذا الموسم. ودشن وزير الحج والعمرة مركز معلومات النقل بمقر النقابة العامة للسيارات، حيث تهدف إلى تسخير التقنية لرصد ومعالجة البلاغات آليا. استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف اليوم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في العاصمة باكو. وفي بداية اللقاء رحب الرئيس الأذربيجاني بوزير العدل والوفد المرافق، مؤكدا أن جمهورية أذربيجان تتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة على مختلف الأصعدة بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين. فيما نقل وزير العدل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، منوها بعمق العلاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان والحرص المتبادل على سبل تعزيزها في مختلف المجالات. تواصل مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة. وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري أن مدينة الحجاج تستقبل يوميا ما يقارب من 2000 حاج من جمهورية العراق الشقيقة القادمين عبر منفذ جديدة عرعر، تقدم لهم جميع الخدمات اللازمة الطبية والخدمية والوجبات الخفيفة والضيافة العربية. وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية اليوم لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. وأعربت البعثة المصرية عن خالص شكرها الجزيل لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات جليلة وعظيمة ملموسة لضيوف بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة. انطلقت مسابقة مهرجان أحلى رطب في جبل القارة بمدينة الأحساء تزامنا مع بدء موسم الرطب في المنطقة الشرقية، وتهدف المسابقة إلى خلق روح التنافس الإيجابي بين المزارعين، في حين يأتي المهرجان لدعم المزارعين في تقديم أشهر أنواع الرطب التي تشتهر بها الأحساء بشكل إبداعي وجذاب. الطيار والغر بجنيها يستبشر المزارعون ببدء موسم الرطب في المنطقة الشرقية. محافظة الأحساء احتضنت مهرجان أحلى رطب الذي يتنافس فيه المزارعون على تقديم أشهر أنواع الرطب في مسابقة هي الأولى من نوعها في جبل القارة أرض الحضارات وبجمال نخيله الباسقات التي لها طلع نضيد.
من أشهر الأنواع الرطب في الأحساء هي الخلاص. اليوم كان عندنا مسابقة لأحلى رطب بالنسبة لمنتجات المزارعين. طبعا أعتقد أن الهدف الرئيسي وراء هذه المسابقة هو تشجيع المزارعين إلى الاهتمام بالنخل وبمنتجاتهم. المهرجان لم يقتصر على العرض الإبداعي لأنواع الرطب، بل احتضن أركانا تعرف الزائر على أبرز المعالم السياحية والتراثية في الأحساء، إضافة إلى الحرف اليدوية والأركان التوعوية. المهرجان عبارة عن تصميم مزرعة تحكي عن مهرجان أحلى رطب. رائع، ويبين لنا اللي هي التراث والنبدع عن اللي هي الأحساء والأشياء القديمة. صراحة يعني الأطفال تعرفوا عليه. ويأتي هذا المهرجان لدعم المزارعين ورفع مستوى طريقة تقديم أنواع الرطب بالشكل الإبداعي وخلق روح التنافس الإيجابي بين المزارعين. علي الشهري، محافظة الأحساء. كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن وجود بيئات جيولوجية في المملكة في طور الاستكشاف والدراسة بهدف معرفة جدواها الاقتصادية، وذلك لاحتوائها على أهم المعادن كالذهب والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة. وتحتوي العديد من البيئات في المملكة على خامات كثيرة ذات مؤشرات اقتصادية واعدة تسهم في اقتصاد البلاد، ومنها المعادن التي تشكل فرصا استثمارية. ويشرف على عمليات الاستكشاف والدراسة 40 مختصا من الكفاءات الوطنية ذات الخبرات، إضافة للعديد من الكوادر الشابة لمواكبة توجه الدولة في الاهتمام بالقطاع التعديني نحو تنويع مصادر الدخل. عقدت ثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني اجتماعا مشتركا لتحديد آلية الإسراع في إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان. وتم الاتفاق فيه على عدد من البنود، من بينها أن تتولى أمانات المناطق التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. وتأتي هذه الاتفاقيات استشعارا بأهمية الدور التكاملي بين الدوائر الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية تحقق متطلبات واحتياجات المواطنين، وبما يزيد من مؤشر الأداء الخاص باستخراج تراخيص البناء من خلال منظومة عمل مترابطة بين الأجهزة ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة. أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن نظام تصنيف المقاولين المطور والذي سيتم إطلاقه مطلع أغسطس المقبل سيطبق على كافة الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية في قطاع المقاولات. ومن المتوقع أن يسبق النظام إغلاق الملفات العالقة للمقاولين، كونه سيعمل على تحفيز ممارسات الشفافية التي تؤدي بمجملها إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد. ويعد النظام نتاج تجارب عالمية استمرت على مدى 5 سنوات، وسيكون مؤشرا لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلائم مع إمكاناته المالية والفنية، كما سيقيس أداء الجهات المالكة للمشاريع. أفادت دراسة طبية جديدة بأن الأشخاص الذين يرتدون جهازا وسماعات للتغلب على مشاكل السمع المرتبطة بالتقدم في العمر يحتفظون بوظيفة دماغية أفضل مع مرور الوقت مقارنة بأولئك الأشخاص الذين لا يستعينون بهذه الوسائل المساعدة. وقام الباحثون بتقديم نتائج دراستهم أمام المؤتمر الأول لجمعية الزهايمر في لوس أنجلوس، والتي شملت نحو 25,000 شخص ممن تخطوا سن 50. رب ضارة نافعة، مقولة أثبتتها دراسة طبية حديثة هذه المرة على مستوى حاسة السمع. الدراسة والتي كشفت عن جانب إيجابي لمشاكل السمع أظهرت بأن الأشخاص الذين يرتدون سماعات مساندة للتغلب على هذه المشاكل يحتفظون بوظيفة دماغية أفضل مع مرور الوقت مقارنة بمن لا يستخدمونها. الباحثون القائمون على الدراسة في كلية كينجز جامعة إكستر في بريطانيا قاموا بتقديم نتائجها أمام المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في لوس أنجلوس، التي شملت نحو 25,000 شخص ممن تخطوا سن 50 على مدى 2 عامين متتاليين. النتائج أظهرت بأن أداء المجموعة التي كانت ترتدي أجهزة السمع كانت أفضل
في مقاييس تقييم الذاكرة العامة وجوانب الاهتمام من أولئك الذين لم يستعينوا بهذه الأجهزة، كما أشارت إلى أن تشجيع الأشخاص على ارتداء أداة مساعدة فعالة قد يساعد في حماية أدمغتهم، وبالتالي فهي تقلل من خطر الإصابة بالخرف. أبحاث سابقة أشارت كذلك إلى أن ضعف السمع مرتبط بشكل وثيق بفقدان وظائف المخ والذاكرة وزيادة خطر الإصابة بالخرف. ووفقا للباحثين، يعد عملهم هذا واحدا من أكبر الدراسات التي قد تغذي السياسة المساعدة في الحفاظ على صحة الأشخاص العقلية. أكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن المملكة العربية السعودية دفعت أكثر من 400 مليون دولار للأمم المتحدة ومنظمات مساعدات أخرى هذا العام. وقال خلال مؤتمر صحفي في مبنى الأمم المتحدة إن المملكة دفعت وحدها أموالا من أجل الأشقاء في اليمن أكثر من أي من المانحين الآخرين، وأوضح أن هذه المساعدات مستمرة منذ بدأت هذه الأزمة إثر الانقلاب الحوثي على الشرعية. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث قد أعرب خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس عن قلقه البالغ إزاء الهجمات المستمرة التي تقترفها الميليشيات الانقلابية على البنية التحتية المدنية في المملكة، مشددا على ضرورة إيقافها. نشر موقع استراتيجي بيج الأمريكي المعني بالشؤون الاستراتيجية العسكرية تقريرا تحدث فيه عن تعنت ميليشيا الحوثي في الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة. كما كشف التقرير أن الحوثيين يمنعون الأمم المتحدة من تفتيش الشحنات المشبوهة. وشدد التقرير على أهمية دخول اتفاق ستوكهولم المبرم في السويد حيز التنفيذ على الفور وتنفيذ عمليات الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، مؤكدا على مواصلة عرقلة المتمردين الحوثيين لسير بنود الاتفاق، وذلك برفض سحب قواتهم وفتح النار على القوات اليمنية وسرقة المساعدات الإنسانية. ويثير التقرير التساؤلات حول القوات التي تولت أمن الموانئ ضمن الاتفاق وإذا ما كانت تابعة للحوثيين، كما يؤكد منع الميليشيات موظف الأمم المتحدة من تفتيش الشحنات المشبوهة والتي قد تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة. وفي الشأن الميداني اليمني، شنت قوات الجيش الوطني هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش استهدفت مواقع تمركز الميليشيات في تبة القناصين ومنطقة القلعة في المديرية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لهم. هذا وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد استهدفت أحياء سكنية في محافظتي مأرب والضالع بصاروخ، ما أسفر عن إصابة مواطنين وجرح آخرين. وتواصل الميليشيا الإنقلابية استهداف المدنيين العزل في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية. الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع الحوثيين في محافظة الجوف ويكبدهم خسائر فادحة. الرئيس الأمريكي يعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار فوق مضيق هرمز. شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله. We'll be right back.